باش نمشيو توا للو سبيسياليست مع دكتور شيراز حسن. لو سبيسياليست. مرحبا بك دكتورة، وأنسنا في حضورك اليوم معنا في لمة الفاميليا. اليوم تقريبا العالم الكل يحكي على الكورونا ويحكي على الفاريون، تقريبا عديد المتحورات من الفيروس هذية. بدينا كورونا، حكينا على دلتا، واليوم نحكي على أوميكرون. أوميكرون دي تقريبا ما زلت لليوم الدراسات متواصلة في علاقة بالأعراض متاعه، في علاقة بالسنسيبيليتي متاعه، للي تيست اللي قاعدين نعملوا فيها ودغنيغمو معناها اللي تيست غابيد هذوما السنسيبيليتي متاعه معناها ضعيفة بارابور الفاريون هذية. بعض الدراسات اللي حكيت انه ينجم زادة يأثر على الحبال الصوتية. دونك خلينا نفهموا أكثر شنية يصير في بدنا، كيف يدخل لنا فيروس كيما هكي. الفيروس اللعين ذي ديجا من الاول معناتها الكوفيد كله معناتها الاول يعني والدلتا والتوا الاوميكرون، العوارض هي اول حاجه سخانه ومن بعد فشله ومن بعد كحه 60%، ومن بعد زاد لي كورباتور اي بوي يجي لانوسمي معناتها انه ما عادش يشم وما عادش يتذوق ومن بعد زاد معناتها صعوبات التنفس. بتاتر صعوبات التنفس هذوك موجودين اكثر من 25% كو سوسوا فريمون صعوبات حقيقيه تؤدي الى نقص في الاكسجين، والا احساس انه ما فماش هواء ساعات مش كان اون فري ديسبني. بالنسبة للأعراض اللي تهم البحشيشة موجودين في من الأول معناتها 6-7%، أنه تكون فما بحة، أنه قلق في البلعان، أنه صوت يتبدل وكل شيء. لكن توا مع الأوميكرون التروبيزم اللي تبدل بالنسبة للدلتا أنه يمس أكثر لي برانش أكثر من البومة أكثر من الريا بيدها، كان لي زالفيول كانوا معناتها لو بومون. توا الأوميكرون هذه الخاصية نتاعو أنه يمس أكثر لي برانش، هذاك علاش هذا يجعل منه أقل خطورة أون فيت. مي في الوضع هذا دونك باش يمس أكثر البحشيشة والأحبال الصوتية. حبيت نفسر لك معناتها كيفاش الصوت معناتها يتقلق بالكوفيد في ثلاثة ولا أربعة معناتها أسباب. أول حاجة بطبيعة الكحة، لو فيت كو معناتها 60% فما كحة، والكحة تنجم تدوم أشهر بعد ما يمشي الكوفيد، ساعات 3-4 شهور كحة وبلغم. دونك هذاك يجرح الأحبال الصوتية، سا لي تروماتيز أون فيت، سيرتو سور لو لون تيرم. أون فيت احنا أون أو آر إل ما يجيناش من الأول المشاكل الأحبال الصوتية. معناتها من الاول العبد مازال لاهي بالمشاكل التنفس وبالكحه وكل شيء، ومازال ماهوش رد باله لا على صوت ولا على وديجا هما لي كومبليكاسيون هذوما نتاع الاحبال الصوتيه يتكونوا بطول الكحه بطول البلغم وكل ديجا. دونك هذه اول حاجه الكحه هي معناتها سبب رئيسي. ثاني حاجه مهم ياسر اللي لو كوفيد اون جينيرال يهم معناتها سي ان فيروس اللي عنده ان تروبيزم نيرفو يمشي للعصب. هذاك علاش عمل لانوسمي، هذاك علاش عمل معناتها نقص حاسة الشم. هي ما كانتش في الغريب برشا، سيتي اكستريمون غار. هو يمس العصب، دونك هو يمس العصب العاشر هذا لو نير فاك اللي هو يتلهي بحركات الاحبال الصوتية. دونك هذا خطير، هذا سي اسي غراف خاطر سا بو نو با ريبروندر من بعد معناها الحبل الصوتي ما يتحركش يولي باراليزي دون كورد فوكال. دونك هذايا العصب، والعصب يبدل اول حاجه يبدل فما زوز هما اعصاب يمشيو من 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 العصب العاشر هذايا يمشيو للاحبال الصوتيه. واحد يبدل قوه الصوت ويخليه عبد يعمل مجهود باش يتكلم معناتها، والاخر يبدل لاوتور معناتها العلو نتاع ممكن تقلق ياسر مغنيين. هذه لو تروبيزم نيرفو. ثالث حاجه لو كوفيد اون جينيرال يمس العروق. دونك هذاك علاش عمل جلطات وكل شيء معناتها يعني وصلنا مالادي فاسكولير اوسي. دونك هذاك يخليو العروق نتاع الحبل الصوتي يتنفخوا، يولي فما اوديم منفوخه، فما بحه، فما قلق في البلعان، وفما صعوبه حتى في التنفس.
دونك هذوما اهم الاسباب، هذوما اهم الحاجات. اما فما راهو زيد بيان سور احنا الكوفيد اون جينيرال، معناتها اللي رقد في السبيطار واللي ما رقدش، اللي رقد في السبيطار يحط ماسك اوكسجين، وهذا سي ان تروماتيزم من الاحبال الصوتيه. وما نحكيوش على الانتوباسيون، الانتوباسيون سي 90% بعد الانتوباسيون يكونوا فما دي كومبليكاسيون على الاحبال الصوتيه. 90% معناتها اللي عمل الانتوباسيون لازم باش يخرج بمشاكل، مشاكل في مش نقولوا 93% تتداوى المشاكل هذه من بعد فيها يعني فيها بيان سور حتى عمليات معناتها لي كومبليكاسيون دو لانتوباسيون تنجم تكونوا ثلالات دي نودول ستينوز الحبس الصوتي يلصقوا ياثروا يعني برشا مشاكل كبيره واللي ممكن بعد لازمها عمليات يعني الكاليتي نتاع الصوت تتبدل فما يوصلوا للبحه دكتوره اللي تقعد ولا لابسونس توتال لافوني وفما زاده لافوني الى ديسفوني ديسفونكسيونيل ان فيت كم فما مشكله في التنفس ومشكله في الريسبيراسيون وبعد لي كوفيد فما لي فيبروز ويقعدوا ديما معناتها ناقصين بوسيبيليتي باش يتنفسوا هذايا زاده حتى هذايا يخلي الحبل الصوتي يولي ما عادش يخدم مليح وكل وفما زاد الامور النفسيه لي ديسفوني ديسفونكسيونيل برشا 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 راهو يعني معناها عديد الانواع ومهم برشا انه نردوا بالنا وسورتو نمشي ونعملوا لي كونسلتاسيون اذا كان حاسين فما موديفيكاسيون في الكاليتي نتاع الصوت ولا حاسين انه الحبال الصوتيه نتاعنا تاثرت. على الغالب نعرفوا دكتور انه التونسي ما يوصل يمشي للطبيب وما يوصل يمشي يعدي كان وقت اللي يوصل للي تافغي ما تطويل المشكله. باهي توا جاتنا البروبليم هذايا نتاع البحة ولا البروبليم نتاع الصوت هذية كيفاش نجمو نتصرفو كيفاش نجمو نعملو شنو ما أول حاجة يفو كونسلتي بطبيعة الحال على خاطر احنا بالمنظار في ساعة ما نشوفو ديريكتومون الحبل الصوتي معناتها نشوفو حالته معناتها الغشاء لاميكوز اللي فوقه ونشوفو الحركة نتاعو ونشوفو تحته وفوقه دونك نفهمو الموضوع جلوبالمون معناتها ما حاجتناش بحاجات أخرين. فما بيان سور ساعات فما مشكله في تعملها يعملها الكوفيد زاده مشكله في ديسانكرونيزاسيون دي كورد فوكال معناتها واحده تتحرك مش كيما الاخرى هذيا سي كومبليكي افوار هكاك بالعين فما دي زيكزاما نتاع صوت نعملوهم معناتها هذيا الحاجه الوحيده اللي فيها حاجه اخرى نجمو نعملوها فما بيان سور الاسكانير وكل اما ما نحتاجوش دونك احنا ديجا بهذيا اول حاجه بون اون بو تريتي ميديكالمون. ثاني حاجة وأهم حاجة هي لا ريدوكاسيون أورتوفونيك تقويم الصوت كيما العلاج الطبيعي تمارين تنفس تمارين صوت مهمين ياسر ياسر اما يحتاجوا الى شويه مداومه معناها ما نخلقوش منهم باش نجموا يعني بالطبيعه لازمنا نقصوا من البلغه من نداويو الكحه من نحيو لو بروبليم اللي مسبب وزاد الغفلو الجاير مشاكل المعده حتى هي تزيد تاثر على خاطر بحذا البلعوم هما الاحبال الصوتيه دونك هذوما معناتها التريتمون ميديكال وثاني حاجه لا ريدوكاسيون اورتوفونيك بطبيعه صغار وين نحتاجوا العمليات نوصلوا للعمليات ومهم برشا انه ما نعيطوش الصباح برشا على صغيراتنا. انا كلامي موجه للفصح انا صوتي تقول لك حبالي الصوتيه تتسرح وقت اللي نبدا نعيط على الاولاد الصباح دونك بيان سور بيان سور احنا شكون يجينا اكثر على مشاكل الصوت العباد اللي يخدموا لي مش الامهات اي فما امهات يصيحوا برشا اللي قريوا برشا اولادهم خاصه مي هما اللي يخدموا بصوتهم كيما المغنيين كيما المحامين كيما الاساتذه والمعلمين اكثر وحيد والام اللي في الدار تتحول الى معلمه معناتها باش يلتحقوا المذيعين ان شاء الله والمذيعين تصور نستايب المذيعين مش ما يعيطوش يعيطوا كان في استوديو تنفس ريغولي مع الكلام با اسكانتي لي كورد فوكال معناها بربي استحفظ لي على حبالك الصوتيه يا وفاء معناها حاول انك ما تعيطش برشا على الاولاد الصباح باش تجيني لاباس ما عادش يهمني. فما سؤال اخر للدكتوره فما ناس تعدى بمده يمكن صعيبه شويه فتره صعيبه شويه اللي عندهم ديما الغصه اللي ديما عندهم الباكيه ما تخرجش وكل شيء من بعد طول المده سورتو تتاثر هذيك ولا لا اللي ديما شادين رواحهم على الباكيه شادين رواحهم ما يسيحوش يرجعوا على رواحهم هذوما لي ديسفوني ديسفونكسيونيل ان فيت هذوما الامور النفسيه بيان سور موجودين تقول معناتها فما ناس بعد غش كبير ما عادش تتكلم اكزاكتومون بيان سور موجوده على الاخر ما نسيت ما قلتش اللي في الكوفيد زاد ينجم ياثر حتى على الغده الدرقيه ويخليها خامله
جوستومون اللي عنده مشاكل غده عندها علاقه بالصوت وتاثر ولا بيان سور الغده كي تبدا كبيره سورتو عاملين عمليه بالنسبه للغده ديجا هي كي تكبر وتجم تكون الكومبريم لو نير مي هذا سان سين دو غرافيتي سان سين دو مالينيتي معناتها اذا كان الغده الدرقيه اثرت على الحبل على النير هذاك معناتها راهو الاغلب ينجم يكون سي ان كانسير وبعد العمليات بطبيعه فما دي ريسك على النير خاطر هو الغده فوق العصب دونك فما دي ريسك تاع انه يتجرح هذوما زاد حتى هما لازم معناتها فيسع نفيقوا بهم باش يعملوا تقويم النطق باش فيسع فيسع خاطر كل ما نبطاو على تقويم النطق كل ما النتيجه تكون تزيد اصعب انه يرجع للحاله الطبيعيه واضح. ميرسي بيان دكتور شيراز احسن اخصائيه امراض الانف والاذن والحنجره على النصائح اللي اعطيتهم لنا اليوم في لو سبيسياليست. احنا نعملوا ترتيحه صغيره مع الموسيقى نرجع نوصلوا بقيه فقراتنا في لمه الفاميليا ما تبعدوش.